السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طلاب الصف السابع معانا يونت 5 ليسون 2 بيج 30. السؤال الأول، السؤال هنا بيقول لي read the newspaper article then match the headings with the paragraphs. اقرأ مقالة الجريدة ووصل العناوين بالباراجرافات. Camping nowadays، التخييم الآن. An old Kuwaiti tradition، إعادة أو تقليدي كويتي قديم. Camping activities، أنشطة التخييم. Camping in the past، التخييم في الماضي. طبعا هنا an old Kuwaiti tradition موصلها لي بالباراجراف نمبر 1، باراجراف 1. الباراجراف الأول I Kuwaiti an old Kuwaiti tradition. طيب السؤال الثاني، camping nowadays، التخييم الآن. أي today's nowadays، أي days، أي يبقى 1 2 3 باراجراف 3، يبقى باراجراف 3. يبقى هنا هنكتب ايه يا ولاد؟ third، 3 و rd third. camping activities، أنشطة التخييم. فين camping activities؟ أي desert activities، أي desert activities، يبقى 1 2 3 4 5 باراجراف 5. يبقى نكتب ايه؟ 5th. camping in the past، التخييم في الماضي. اهي in the past، اهي يبقى 2 باراجراف الثاني. يبقى نكتب ايه؟ 2nd. السؤال الثاني يا ولاد، ask your partner three questions about camping in Kuwait. اسأل صديقك ثلاثة أسئلة عن التخييم في الكويت. what، ماذا، when، متى، who، من، وإلى ما إلى آخره. look at the following list، انظر إلى القائمة التالية. in groups، decide which one is the most important to you and why. في جماعات، مجموعات، قرر أي واحدة تكون الأكثر أهمية إليك ولماذا. What other pieces of advice would you add؟ ما نصائح أخرى سوف تضيفها؟ desert camping، التخييم في الصحراء. carry a lot of water and take enough food، بيقول لي إيه؟ تحمل الكثير من الماء وتأخذ طعام كافي. take a warm jacket، تأخذ بلطو أو جاكيت دافئ. it gets very cold at night، إنها تصبح باردة جدا في المساء. protect your eyes with sunglasses، احمي عينك باستخدام نظارات الواقية، نظارات الشمس. wear a lot of sun cream even on your hands، ضع الكثير من كريم الواقي للشمس حتى على يديك. wear a hat to protect your head، ارتدي قبعة لتحمي رأسك. خلاص. طيب grammar in context، الجرامر في حسب سياق الكلام. النهاردة عندنا there is، يوجد للمفرد. there was، كان يوجد برضو للمفرد بس في الماضي. there are، يوجد للجمع في المضارع. there were، كان يوجد للجمع الماضي. خلاص. look at the two pictures and find five of the differences between them، انظر إلى الصورتين وأجد خمس اختلافات بينهم. هنا قال لي يا ولاد in picture 1، في الصورة الأولى there is، يوجد، في عشان ده في الماضي في المضارع. a model of a globe on the teacher's table. ليه قال لي هنا there is يا ولاد؟ عشان أنا عندي هنا a model. a model كلمة مفرد لأنها في حرف إيه قبلها. طالما أنا الكلمة اللي بعديها مفرد، الكلمة اللي هستخدمها بعد there، يبقى لازم أقول بعد الكلمة اللي هستخدمها بعد زير مفرد،
يبقى لازم يجي بعد الزر إيه. هناك نموذج من الكرة الأرضية على طاولة المدرس، أو في نموذج من الكرة الأرضية على طاولة المدرس. But in the picture too، لكن في الصورة الثانية there isn't، لا يوجد. طيب إيه الاختلاف التاني؟ ها مين شايف الصورة اللي فوق ديت؟ في كتب هنا يا ولاد، هنا في كتب وهنا مفيش كتب. طيب عشان اقول في كتب في الصورة الاولى اعمل ايه يا ولاد؟ اقول ايه؟ يبقى انا كده هقول in the picture one، ها in، انا هطلع الاختلاف في الصورة الاولى، يبقى انا كده اقول له in the picture one واعمل كومة، هقول له there يا ولاد انا هتكلم على ان هناك كتب، كتب دي جمع، فايه اللي هقوله بعد there are، يبقى there are books on the ايه يا ولاد؟ on the cupboard، الخزانة دي اسمها cupboard، خلاص cupboard يعني خزانة، خلاص هقول له but in picture 2، لكن في الصورة الثانية ها but in picture 2 there isn't، there aren't، sorry there aren't، برضو بقول are ها، لكن هقول aren't ليه؟ لأن مفيش. خلاص يا ولاد، ايه رأيكم يا ولاد؟ طيب يبقى كده في اختلاف اهو. مين يقول لي في ايه تاني؟ اهو انا ملاحظ حاجة هنا، حاجة موجودة هنا ومش موجودة هنا، شايفين؟ لو أنا قربت الصورة، أنا مش الصورة مش واضحة خالص. طيب أنا هقول له كده يا ولاد إن بيكسر وان في الصورة الأولى، ها ها ذيري، ها دي هعتبرها رسمة، هعتبرها صورة، يبقى صورة دي مفرد، لأن هستخدم صورة يعني أول حاجة يعني بيكتشر، هستخدم قبلها حرف الإيه، فدي مفرد. إيه اللي يجي بعد ذير بقى؟ إز، ذير إز أ بيكتشر، أ بيكتشر أون ذا إيه؟ هقول كده on the wall، على الحائط، هنسميها على الحائط يعني on the wall chart، wall chart يعني ايه؟ جدول اللي بتحط على الحيطة. هقوله كده but in picture 2، لكن في الصورة الثانية ها there ايه؟ طالما انا عندي هنا is، يبقى في الثانية اقول ايه يا ولاد؟ isn't. ادي الاختلاف، في اختلاف تاني. طيب في اختلاف تاني يا ولاد، ها مين يقول لي؟ طب هو مش واضح ده ايه اللي موجود على الكتاب ده؟ في حاجة محطوطة على الكتاب على الكتب، وفي هنا مش محطوط حاجة على الكتب. انا اقول ان هي ايه؟ بطل، ازازة، انا شايفها يا اولاد ازازة، يبقى انا هقول له كده ايه؟ in picture one في الصورة الاولى ها there is a bottle، في زجاجة on the girls، على كتب الايه؟ البنت. هقول له but in picture 2، لكن في الصورة الثانية ها but in picture 2 there isn't، لكن في الصورة الثانية مفيش هناك أي إيه؟ أي زجاجة. تعالوا نشوف اختلاف تاني.
شايفين يا أولاد الشنطة هنا زرقاء وهنا إيه نقول عليها صفراء خلاص أو برتقالي. برضو هنا في مسلة مملات وهنا مفيش. هنا اقول ان بيكتشر 1 there is a blue bag beside the desk. There is a bag. There is a طالما a bag دي مفرد يبقى اول بعض there is. طيب هنا برضو there is a green ايه but in بيكتشر 2 there isn't لان الشنطة هنا زرقاء وهنا ايه برتقالي. طيب in بيكتشر 1 there is a pin a rubbish bin next to the desk teacher's table. في هناك سلة مهملات بجانب طاولة المدرس. But in picture 2 there isn't. لكن في الصورة الثانية لا يوجد. طيب كده اتكلمنا عن there is و there was. طيب writing يا ولاد مهارة الكتابة عندي هنا. In your notebook write an invitation to your friend to join you in your camp and describe the activities you are having. في كراستك اكتب دعوة إلى صديقك لينضم إليك إلى خيمتك وتصف الأنشطة اللي أنت بتتناولها. خلاص يا ولاد احنا طبعا هنا يا ولاد هنكتب عشان نكتب دعوة لصديقي هنبدأ الأول حاجة بالtopic sentence بجملة الموضوع. جملة الموضوع ممكن أقول إن التخييم هو أحد من العادات المهمة أو الشائعة. هقول له كده camping التخييم is one of the most important or popular traditions. يعني التخييم هو واحد من الايه من العادات الاكثر شهرة. وهنخلي الجملة كده هنا هقول له كده بقى I would like to invite you. أنا أود أن أدعوك to invite you to come لتأتي to my camp لتأتي إلى خيمتي. خلاص يبقى أهم حاجة هنا في المجال من invitation I would like to invite you to أحب أن أدعوك لتأتي إلى الخيمة. هقول له كده it has a small ليه فيها خيم صغيرة فاكرين كان لإيه؟ ها؟ as sleeping places كأماكن للنوم. هقول له كده it also has أقول له أو it has large tents فيها خيم كبيرة ها؟ for family gathering places لأماكن تجمع أو as family gathering places كأماكن لتجمع الإيه العائلة. هقول له كده there are هناك يوجد ها there are ايه there are TV نقول كده there is a satellite TV في تلفزيون ايه. طيب هقوله بقى جملة ما تنسوش يا ولاد ان انا عشان ايه وهنوصف الاكتيفيتيز اللي احنا هنعملها. نقوله بقى ايه you can enjoy تستطيع ان تستمتع many activities
هير تقدر تستمتع بالأنشطة عديدة هنا. أقول له كده، أذكر له بقى، أقول له you can play different، تقدر تلعب different ball games، ألعاب كرة مختلفة. ها بورد، ألعاب الطاولة يعني بورد جيمز. and كايت، فلاينج، وتطيير الطائرات الورقية. في الآخر بقى أقول له I welcome you all to the camp، أرحب بكم في الخيمة، and you will enjoy it، أنا برحب بكم جميعا للخيمة بتاعتي وأنتم سوف تستمتعون بها. يعني خطاب أو دعوة قصيرة لصديقك، ماشي. الكلمة المهمة عندنا يا ولاد في الدرس دوت، فاكرين في الدرس اللي فات في عندي الكلمة اللي هي جلوب، في عندي كلمة جلوب يعني كرة أرضية، فاكرين يا ولاد الكلمات في الدرس اللي فات؟ ها The house requires many appliances. They are available in الغانم electronics. الغانم supplies people with stuffs. فاكرينها؟ خلاص نيجي بقى نقول ايه؟ هقول له كده هناك كرة أرضية في الغانم، كرة أرضية برضو في الغانم. There is a globe in الغانم electronics، في كرة أرضية موجودة في الغانم للبيع. خلاص والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.